بالكرة إلى يارامندي. نقلات 6 دقائق مرت من زمن شوط المباراة الأول. مشاهدين متابعين عبر بين سبورت، حتى الآن جارث بيل يبعد هذه الكرة، تقدم انفراد بيلعب بالكرة. الله بدأ أمامهم ويعود بهم ويعود بهم أبو الملايين، يصرفها كاش يا أنشيلوتي، يصرفها كاش يا مدريد. لن ينسيهم مسعود، لكنهم قادر على إسعادهم. الأغلى الأسرع في الريال يريد أن يصبح الأقوى. الله على عودة جارث بيل، من بدأ أهدافه في الليغا عبر فياريال. انظروا، الخطأ أمامه ممنوع، خط أحمر، لكنهم يتجاوز الخطوط. قطار مدريد ينطلق، ليست سوى 7 دقائق فقط. كافية يا بيل، كافية يا جارث، كافية يا مدريد. البرنابيو في قمة، ويؤجه البارسا في كلاسيكو محتمل قياسا بنتائج الذهاب. الكرة بتتحول عن طريق كارفخال إلى جارث بيل، يحاول فيها جارث بيل بالمحل الفردي. القطار ينطلق، بنزيمة في المرمى من كريم، هدف ثاني للزعيم. بنزيمة يسجل، بنزيمة يستمر في أرقامه في البرنابيو. في وقت الحديث عن خيسي وعن عودة جارث بيل وعن إصابة أو إيقاف كريستيانو، بنزيما يقول لا تنسوني، اذكروني، ما زلت أنا الهداف. بنزيما يتابع كرة جارث بيل مسجلا هدفا آخرا لريال مدريد. 24 دقيقة يتقدم الملكي عن طريق جارث بيل أولا، كريم ثانيا، في ليلة ملكية مبكرة في شوط المباراة الأول. هذا كريم بنزيما، تعود الآن في الجهة اليمنى في التمريرة لفياريال، تصويبة يا رب قبل نهاية الشوط الأول. يشعلون الشوط الثاني من هذا اللقاء بتصويبة تشعل شباك ديغو لوبيز، ويقف من خلالها غارسيا، وتعود الفرحة لفرقة الغواصات. الله على السوبر ماريو، على السوبر ماريو. شوف التصويبة، شوف الزيادة، شوف التقدم، شوف القذيفة، استقرت في 90 يا لوبيز، في 90 يا ريال. في ريال لا يرفع المنديل، في ريال. ماريا يا سلام، وانتو دي ماريا، خيسي مر، خيسي تقدم، خيسي يا رب، خيسي رودريغيز، لكنه يلبس القميص الكبير. الله يا خيسي، الله يا رودريغيز، الله على وانتو. ما بين دي ماريا وبنزيما، وعلى بينية لدي ماريا، وعلى نهاية هداف، على نهاية هداف. Удар мексиканца. Какие голы сегодня забивает Вильяреал на Бернабеу. Какой мяч. Идеально исполненный штрафной. Диего Лопес ничего, наверное, не мог там сделать. 9-й мяч. Возвращается снова в игру Вильяреал. Не получается с игры, так вот так вот получится. Вовремя, наверное, укрепил опорную зону сейчас Анчелотти. Сейчас Вильяреал попытается еще добавить. كريم، كريم يحاول، كريم بنزيما بيرسل الكرة في مكان إلى خيسي، لعب على لاعب يروح، يمرر الآن إلى كريم، تصيبة قوية يا رب. أوقف كريستيانو الأهداف، يواصل التقدم. الرباعية للملكي، خيسي يمرر، كريم يضرب الكرة خلف حارس المرمى. الرياض